تعالوا نسيب الموضوع ده ونروح اسكندريه، لان كاميرات المراقبه الحقيقه بقت بتلعب دور مهم جدا في الوصول للمتهمين. امبارح عرضنا مقطع فيديو لمحاوله قتل شاب في اسكندريه، والحقيقه الجديد ان الشرطه القت القبض على المتهم واتحبس، والنيابه حبست هذا المتهم يخضع لتحقيقات النيابة تمهيدا لقرار من النيابة حسبما يعني يتراءى لها من واقع التحقيقات والتحريات وشهود العيان وتفاصيل المادة اللي بتقدمها كاميرات المراقبة. معايا الأستاذ عمر درويش والد الطالب المصاب الضحية وفق هذا الفيديو. يا ترى بتتابع الموضوع استاذ عمر ازاي؟ قول لنا على تحقيقات النيابه بعد اذنك. والله النهارده تعرضوا النيابه بي. يا ريت يا استاذ عمر بس يعني نوطي الجهاز علشان نسمع بعض. حاضر. هو النهارده كان عنده عرض نيابه. تمام؟ ايوه. وطبعا هو في اقواله هو قال لك ده بيتعدى عليا ويفتح على اي سلاح في كل وقت وبياخد مني حاجات، ماشي. وبيتبلغ كلام مش مظبوط يعني. وانا بخاف منه ومش بخاف منه. بخاف منه ايه؟ طب ما انا مقدم سداهية النهارده لوكيل النيابه، تمام؟ بحادث الواقعه وتسجيله صوت بتهديده ليا. قال لي المره الجايه انا هي ديته طلقه، ماشي. وانا سبحان الله ده ربنا ده قبل ده قبل الضرب ولا بعد ولا بعده؟ ده بعده يا فندم، ده بعده. بعد يعني بعد يعني بعد يعني هو عمل الحادث. الموضوع ده وبرده بيهدد بعد الحادث يا فندم، بعد ما اتمسك. واخد بال حضرتك؟ وانا النهارده التسجيل ده سلمته لرئيس النيابه. تمام. كانوا استاذ وائل، البرنامج بتاع استاذ وائل، انا كنت برضه اعطيهم التسجيل ده وهو بيهددني فيه. تمام. انا بطلب من سيادتك يا بيه معلش ان اي حد يقف معايا، انا غلبان، انا راجل ابو عيال طبعا، معلش انا موظف في شركه على قدي، والناس ديت انا عرفت ان معلش وراهم ظهر، الناس دي وراها ظهر يا بيه. وانا بطلب من اي حد من من من, من عامه الشعب يكون راجل مسؤول يقف جنب بني ادم غلبان. طب بقول لك استاذ عمر، استاذ عمر انت كلامك معايا وكان يعني لم يحدث اي شيء. انا اللي عارفه ان الشرطه تابعت الموضوع وبعد 3 ساعات تمكنت من القاء القبض عليه ويخضع لتحقيقات داخل النيابه. فيعني مش فاهم تقصد تقول ايه. ما المباحث اتحركت وادوا المهمه بتاعتهم، ليه كلامك معايا بشعر انك غير راضي عن اللي حصل؟ لا سعادتك لو شفت او سمعت المكالمه هتعرف يا بيه بيهددني فيها يا بيه، بيهددني فيها. فانت بتطلب الحمايه يعني من بالزبط. الشرطه بالظبط. طيب هم بالزبط. اكيد المباحث بتاعت اسكندريه متابعين هذا الموضوع و100% انت لو متواصل معاهم يعني انا متاكد ان هم هيقدموا لك الحمايه الكافيه، لان مساله التهديد دي برضو محتاجه محضر جديد، مش كده؟ طالما انت بتملك دليل اخر، لانه ما ينفعش اي حد يتهدد ويبقى ماشي ساكت، لازم يخطر الجهات المعنيه. انا سلمت يا بيه الدليل، انا سلمته لرئيس النيابه يا بيه. وانا بطلب من سيادتك، انا راجل ابو عيال صغيره، وانا خايف على عيالي، انا مش خايف على نفسي، انا خايف على عيالي. وانا بطلب من اي واحد مسؤول راجل ربنا يبارك له يقف جنبي، انا مش عايز حاجه من حد. انا متاكد ان يعني مدير امن اسكندريه والقيادات الامنيه في المحافظه بيتابعوا الملف بتاعك وبيتابعوا هذه البرامج، وان شاء الله ان تتوفر ليك الحمايه، ومش مفروض انك انت تبقى شاعر بهذا التهديد بعد اللي حصل لابنك واللي شفناه والملايين شافوه يعني صوت وصوره. فربنا معاك يا استاذ عمر، واحنا هنتابع مع حضرتك اكيد
تطورات التحقيقات، واذا كان في قرار احاله او شيء من هذا القبيل. ده كان الاستاذ عمر درويش من اسكندريه، والد الشاب المعتدى عليه من زميل له او شاب اخر وفقا للكاميرات المراقبه والماده اللي وفرتها لاجهزه الاعلام والتحقيق طبعا.